هو الشارع المصري فيه سلبيات كثيرة جدا جدا، أي إنسان يقدر يعمل مبادرة لضبطه أنا بحييه، والكل شيء شق إيجابي وشق سلبي. أشوف مثلا عسكري مرور أحترمه، أشوف أمين الشرطة أحترمه. أتمنى إن الشارع المصري يرجع يعود تاني في أمن وأمان، عاوز الانضباط المرور يكون متواجد، وخاصة إن احنا في صدد وسط البلد حادثة وحرج انفلات في قلب الحركة المرورية. التكاسك والميكروباصات اللي بتأخرنا الصبح طبعا على عملنا وكده، والناس اللي بتبقى مش قادر اقول لك يعني واقفين على النواصي والحاجات دي، طبعا دي حاجه سيئه جدا للشارع المصري. فلو كل واحد لينا عامل لنفسه حدود في المشي او في الطريق او في اي مكان الدنيا كلها تنضبط، بس للاسف احنا يعني احنا كسيدات في مننا عدم انضباط برضو شويه، مش من الرجاله بس عامه. يعني اتمنى من وزاره الداخليه ان هي تحاول بقدر الامكان، يعني انا دلوقتي ببقى شايفه ان حتى اللي بيتعاطوا لا ده بقى علني في الشارع، انا ببقى ماشيه ودوت بيتكلم ايوه مش عارفه ايه السيجاره والبرشام. فين يا وزاره الداخليه انت من ده كله؟ انا بطلب من الداخليه ان هي طالما هي مبادره بقى تقف يعني مش متشدده وتبدي هي نصايح، يعني هي كل ما ابدت الشرطه ادتنا نصايح بهدوء وان هي نحس ان مصلحتنا هنستجيب، عشان نشيل من عندنا من فكره المواطن ان الشرطه دي بتحبس بس بتسجن بس بتضرب وبس، عشان نبعد يعني بدل مبادره بقى تبقى المساله ودي بقى بين الشرطه وبين الشعب. يا رب يبقى علينا بالخير بالمسلمين والمسيحيين ان شاء الله مشاركه بينه وما يجيش حوادث وحشه بالنسبه للشارع المصري، وعايزين يبقى نضيفه كويس. يا ريت والله، يا مبادره جميله جدا، يا ريت تستمر، يا ريت والله. لو حاجه هتفيد المجتمع وهتفيد البلد اكيد باذن الله هنتقدم لقدام هنبقى كويسين ان شاء الله. يا ريت كل الجرايد وكل المؤسسات الصحفيه تعمل حاجه زي كده، لان هو دوت الاساس بتاعهم اللي هم المفروض يعملوه. مبادره كويسه بس يكون فيها انضباط للشارع المروري، والمؤسسات الصحفيه القوميه كلها الكبرى تقدر تعمل حاجه زي كده، لكن الاخبار اليوم معودانا ان هي دايما بتطلع بحاجات جديده لصالح الشعب المصري.